لايف بكافي، واليوم بواتس كوكينج رح استقبل مدام سوزان دويهي. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. اهلا فيك. نحن مبسوطين انك معنا وجايه دغري من صغرتها، مش هيك؟ اكيد، وانا مبسوطه اني معكم وبالام تي في خاصه. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. اليوم رح نعمل رز على الدجاج. اكيد اليوم ان شاء الله كل رمضان والناس بخير ورمضان كريم على الجميع، وبدنا اليوم نعمل رز على الدجاج. نحن صغرتي مشهورين بالكبه، بس اليوم بدنا نمرقها لان على رمضان جربنا انه نعمل هيدي الطبخات تكون على الفطور انه مهمه. ونحن موعودين بالاسابيع الجايه بكبه صغرتويه من ايديكي. وانا حاضره كل دقيقه بتطلبوني بالام تي في، انا حاضره. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. نحن اكيد يعني رح نكرر لشو نحن بحاجه، مع انه الناس مبدئيا كلها بتعرف رز. اكيد رز، دجاج بالاحرى، لوبيت، لوز، عوجه، صنوبر، سبع بهارات، بهار اسود معه، وملح. بتقولوها بصغرتها عوجه؟ ايه. انتوا شو بتقولوا؟ كاجو. كاجو. ايه انتوا على الاجنبي كاجو، نحن على العربي تمام. وفي عنا يا حبيبي مشان الدجاج فينا نستعمل بصله، ورق الغار، عود قرفه. مشان النسخه، مشان الريحه، مشان هيك. اكيد. وفينا نستعمل كمان جزره. حتى معها مشان تطلع الريحه. طيب هلا بنبلش. نحن مبلشين اصلا يعني كمان تكون القصص سريعه. حطينا اللحمه. حطينا اللحمه. هلا بدنا نسقط الرز، لازم نكون ناقعينه شي ربع ساعه قبل ما نحطه باللحمه، وبنصفيه من المي، وهلا بندلقه فوق اللحمه. قد ايه تقريبا المعايير؟ يعني المعايير كبيتين رز، نص كيلو لحمه هبره، وكبيتين رز انكل بانس. نحن بدنا نقول لكل يلي عم بيتابعونا انه مسابقه رمضان المبارك مكفيه معنا، وسؤالنا لليوم شو الاسم القديم او شو الاسم اللي تعرف في مدينه بعلبك، هل هو مدينه الشمس او مدينه الغيوم؟ ناطرين اتصالاتكم على 0464 تناخذهم تحت الهواء ومباشره على الهواء. ويلي بحب يطبخ ويكون ضيفنا نهار الاحد كمان يتواصل معنا عبر مختلف وسائل التواصل. عم يقطع على فيسبوك الصفحه الخاصه بلايف، واكيد فيه يتصل فينا على برنامج لايف لتقريبا الساعه 5 بعد الظهر يوميا حتى يسجل اسمه ويقول لنا شو حابب يطبخ نهار الاحد معنا. لكن هون صار عندنا الرز، الرز مع واللحمه اللحمة. عم نزيد له الملح. عم نستعمل الملح كبيتين، بجرب منحط ملعقتين ونص ملح، سبع بهارات كمان منكتر السبع بهارات، كمان ملعقتين ونص. هلا هون يمكن كل حدا يعني الاكله معروف شو مكوناتها، كل حدا يمكن بيزيد بهار بخفف بهار. اكيد اكيد حسب الذوق. اكيد حسب الذوق. بس هو الرز على الدجاج يعني اكثر شيء مشهور ببهارات يكونوا شوي زايدين، وثاني شيء انه السمنة تبعه، السمنة اللي بدنا نحطها بدنا نكثر لها، يعني غير الأكلة العادية يعني. يعني اللي بده ياكل رز على الدجاج ما بيفكر بالنصاحة، ما بيفكر بالرجيم وبالنصاحة وبالهيك، لأنه هذا إنه كل أكلة بدها فايدتها. أكيد. نحن بهالوقت أكيد الدجاج عم يغلي، مش هيك؟ إيه أكيد الدجاج عم يغلي. قد إيه بده وقت لسلق الدجاج؟ الدجاج ما إذا طري. ايه. واول شيء نحن عندنا طريقه مشان الدجاج، اول شيء بنحطه بنغلي المي وبنسقط الدجاج، بس يغلي تطلع زفرته بنكب الزوم الدجاج كله سوا. بنكون ثاني محل حاطين طنجره عم تغلي المي، نسحب الدجاج وبنحطه بطنجره ثانيه، بنسقط معه البصله والغار والقرفه ورق الغار. ايه هيك بصير، اذا في شيء في كذا بتقتل ال بذكركم بمسابقة شهر رمضان المبارك. سؤالنا لليوم شو اسم، أو خليني أطلع تقولوا صح، بماذا سميت مدينة بعلبك أيام الرومان، مدينة الشمس ولا مدينة الغيوم؟ معنا ميلاني. صباح الخير. يا هلا فيكي ميلاني، من وين عم تحكينا؟ عم بحكيك من بيقوت. أهلا وسهلا فيكي.
كيفك بالطبخ؟ سمعتيني ميلانيك عم بسألك كيفك بالطبخ؟ منيحة منيحة بس أكيد مش قد المدام اللي عم تطبخ هلا منيح منيح. ميلاني شو جوابك؟ جوابي هو أكيد مدينة الشمس. طبعاً نحن سؤالنا هين يعني معروف تقريباً شو جوابه. شكراً لاتصالك ميلاني وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. باين أكيد ناخذ اتصالاتكم المباشرة معنا. نحن هون هون شو حطينا هلا؟ حطينا زوم الدجاج. اوكي. هلا من أول غاز. هلا هذا الزوم كله بده ينشف مش هيك؟ ايه أكيد. هذا وقف وقف الغاز. بدنا نلاقي له شي حل. أنا مش كثير شاطر فيهم هلا. الشباب بيساعدونا. أو إذا بدك ننقلهم لهيدي الميل إذا خلصنا من الدجاج. شو بدك تذوق يعني؟ أو بخدوك. مش الحال؟ ماشي الحال. نحن الدجاج هون تقريبا خلص؟ ايه هيدا الدجاج خالص هون، هيدا الرز هلا تيغلي بنغطيه هلا بس بلش بالغلي بنوز تحته. نحن قد ايه بدها تقريبا؟ هلا بدها ماكسيموم شي ثلث ساعة. ثلث ساعة بتكون خالصة؟ ايه يعني هلا بتغلي بنوز تحتها تي ثلث ساعة تتنشف. ايه تتنشف. طيب نحن شو فينا نعمل هلا؟ منحضر تنس. رح ناخذ اتصال. ماجدة صباح الخير. صباح النور. يا هلا. كيفك؟ تمام. من وين عم تحكينا؟ من البقاع. من البقاع، أهلا وسهلا فيك. كيفك بالطبخ؟ ماشي الحال. ما زيادة إيه؟ لا ما يعني. طيب شو الأكل الطيب اللي بتعمليها؟ في كثير أكل طيب بعملها. مثلا برمضان. مثلا برمضان خبريني شو اكثر شيء بيطلبوه منك بالبيت؟ مجوزه؟ اكيد. خلي لك عائلتك، شو بتطلب العائله اكثر شيء منك؟ اكثر شيء يعني رقاقات، بحبوا الرز، بحبوا الفطاير، اكثر شيء الفطاير يعني المعجنات يعني. مزبوط مزبوط، هي على كل حال بتنحب يعني المعجنات طيبه خاصه على الفطور. ماجدة شو جوابك؟ أكيد مدينة الشمس. أكيد مدينة الشمس. أنت من بعلبك. أوكي. أيوة. تحياتنا لإلك ولكل أهلنا ببعلبك. بتمنى لك نهار حلو. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. هلا بدنا نقعد ننطرها ثلث ساعة؟ هلا ثلث ساعة بننطرها. وفينا نمرق كمان أكلي على الهواء. فينا نمرق مثلا إذا الكبة المحشية لبنة. طيب يلا أعطينا كم وصفة لبين ما نحن أكيد ما معنا ثلث ساعة. أها أوكي. في الكبة المحشية لبنة، أول شيء بنجيب اللبنة بنقطعها بشكل بشقفة، بنحطها بمصفى، بنحطها بالبراد تحت الفريزر كمان مشان تتصفي كثير ميتها وتشد. بنرجع بنعمل بصلة صغيرة ومنفرمها صغير، بنقلبها شوي صغيرة زيت على النار تتدبل، بنحط لها حبة ملح تتدبل شوي، نرجع بنحطها مع اللبنة تتبرد، بنحطها مع اللبنة بنخفقها مع بعضها، وبنحط لها صنوبر، بنحط لها سبع بهارات بهار أسود وبنخفقها مزبوط. بنكون هون عملنا الكبة. بنمد الصينية بشكل أول راق بالصينية، نرجع نحط اللبنة بقلبها، نرجع بنحط الكبة من فوق وبنعملها بشكل قطع وربات يعني صغيرة ومنفوتها على الفرن. نحن هلا شهيتينا يعني هيدي بدنا نعملها هون، ما رح يمشي حالها هيك. هيك وبعدين بدي اشوف الشباب كيف بدهم يعملوا كيف بدهم ياكلوا. ما رح يقدروا يحدوا حالهم الشباب. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير. الو. يا هلا مين معي؟ صباح النور. يا هلا مين معي؟ معك تيريز داو. اهلا وسهلا فيك يا تيريز. من عم تحكينا؟ من الحزميه. اهلا وسهلا. كيفك بالطبخ؟ كثير منيحه. بتحبي الرز على الدجاج؟ كثير. هيك بتعمليها؟ نفس الطريقة تقريبا. ايه بس ما بكتر كثير سمنه. ما بتكتر سمنه. طيب والبهارات؟ كل البهارات، سبع بهارات، جوز الطيب، بملح، بهار، قرفه، زعفران بحط معهم كمان.
ممتاز ممتاز. مدام حتى زعفران. ما نحن كنا عم نحكي انه كل واحد على طريقته، يمكن هون البهارات هي اللي بتفرق لانه المكونات هي نفسها، مش هيك؟ صح صح. مزبوط؟ شو جوابك على المسابقة؟ أكيد مدينة الشمس. أكيد مدينة الشمس. شكرا لك. إن شاء الله ربحاني معكم. إن شاء الله يا رب. يلا بحب أجي أطبخ معكم بس ما بعرف. خليكي معي خليكي معي على الخط، رح يكفوا معك بالريجي ياخذوا اسمك الكامل ورقمك لحتى تكوني معنا نهار الاحد. اهلا وسهلا فيك. رح ناخذ بعض اتصال. الو الو، صباح الخير جلاديس. صباح الخير جلاديس. يا جلاديس كنت عم تقلي المدام قبل شوي عم تقلي انه هي بتزيد لها زعفران. زعفران ايه في هلا في ناس حسب هي ما عم اقول لك بكل منطقه مثلا في ناس ما بيحطوا لها لحمه. ايه مزبوط ما بيحطوا لحمه، بيعملوا الرز وبيحطوا دجاج معه انه ما بيستعملوا اللحمه. حسب كل منطقه حسب كل منطقه. هلا الاكل اللبناني كله بيشبه بعضه صح، بس اللي بيشبه لبنان هو التبوله. ايه ما في قد لانه بخلط تبو البندوره البقدونس البرغل كله نعنع البصل كله سوا. بس الاكل اللبناني كله بيشبه بعضه، بس كل منطقه لها زيها بالطبخ. نعم. لها زيها بالطبخ. نحن انا برايي بس كرمال الوقت لو بعد بدهم نكزه خلينا نبلش نحطهم. يعني هي صعب الواحد يعمل الاكل بوقت سريع، التلفزيون دائما هي الوقت الاكل بدها غنجه يعني. ايه. ما انه هيك راسا طبخنا اوكي. طيب دعمونا بالوقت هلا، خلينا بعد معنا فينا نخليهم ثلاث دقائق بعد. اوكي ان شاء الله ان شاء الله يكونوا طبعا نحن رافعين الحراره على الاخر على الاخر بعد انه لازم نلوثها على الاخر. ايه يلا شو بدنا نعمل؟ هيدي السرعه بالاشياء. بدي اسالك شو طابخه اليوم؟ غير الرز على الدجاج طابخه شيء للعائله طالعين على اليوم الاحد، اليوم بتحق لي نهار فرصه. نحن عذبناكي بنهار الفرصه لكن. طيب خلينا نرجع ناخذ اتصال، ناخذ اتصال من جلاديس. صباح الخير جلاديس. بونجور. بونجور يا هلا. تمام الحمد لله. الحمد لله. من وين عم تحكينا؟ عم بحكيك من درعون. من درعون حريصه، اهلا وسهلا فيك. فيكم. جلاديس شو جوابك على المسابقة؟ مدينة الشمس. مدينة الشمس. نعم. وكيفك بالطبخ؟ منيحة. منيحة؟ عجبتك طبختنا اليوم؟ جنن. شو طابخة أنت اليوم؟ اليوم عاملة رز على الدجاج. عن جد عاملة رز على الدجاج؟ نعم. ممتاز ممتاز. شو الفرق؟ شو نفس الطريقة؟ لا تقريبا نفس الشيء بس نحن ايه نحن الفروج ما بنكب ميته. نحن نسلقه منشيل الزفرة تبعه ومنحط القطايب تبعه. ايه ما بتكبوها نهائيا يعني بس بتنطفوا المي وبتتركوها. لا المي بتضل ميته بتضل بس منشيل الزنخة. نعم نعم بتشيلوا الزفرة لكينا بس بتخلوه بميته ما بتنقلوه على مي ثاني. صحيح. اوكي بس هو احسن هو إذا احسن هو احسن اذا منكب المي وبس بشرط انه نكون حاطين المي ثانية على الغاسة غالية مزبوط. ايه. منشيل الفروج ومنحطه فيها نرجع منحط لانه اذا في سلمونيل او شيء او كذا كله بيقضي عليه بيقتلوا. طيب جلاديس هذه طريقه جديده ويمكن صحيه اكثر للدجاج، جربي تطبقيها مرت الجاي. شكرا لاتصالك. نحن رح نروح على بريك صغير بعد شوي ونرجع من بعدها بدنا نقدم الطبق. بالاجمال في طريقه معينه انا بعرف انه بنحط الرز بيتجمع كانه الدجاج بالنص مزبوط ولا بنحطيه بغير طريقه؟ اليوم في مثلا انا فيني حطه مشان يدل الدجاج مزبوط وما ينشف. نستعمله هلا بعد شوي بنزل الدجاج مع الرز. اوكي نستعمله مشان ما ينشف اذا بقي مثلا الجاط ما الدجاج ينشف لما بيصير بقلب الرز خلص بيضل ضابط وبيضل لونه زيته ما بيغير وبنرجع بنحط القلوبات على وجهه. ممتاز ممتاز. لكن رح نشوفها عمليا بعد شوي بعد البريك كيف رح نقدم الرز على الدجاج. خليك مشان هلا انه على رمضان لان ايه على رمضان لانه بيطولوا تيحضروا تيرجعوا يفطروا هذا احسن تما ينشف الدجاج. طيب راجعين بعد شوي. شو هالريحة يا ست سوزان؟
اهلا فيكي بتجن. بس بدي خبرك شغله، انا وفاتي لهون على المطبخ كثير تحمست، لانه وعن بعيد شوف خدها معي صدقه، عن بعيد هالصحن بين بول بوزة مع شوية شوكولا. قربت لقيت مشاهدينا شقفة بصلة وعيدين قرفة ورق غار. أبعد من هيك ما في يكون. لا رحلة خلطت الأكل دول عملناها اليوم كثير على السريع، لأنه هي بتاخد وقت. أنا سمعت 20 دقيقة ربع ساعة، وين مرقوا هون؟ ما يعني حتى نسوي الرز مش هيك بدنا ناكل منها. إيه أكيد اليوم ما فينا، بدنا ناكل منها على الافطار. هيدي من الاطباق اللي بتتحضر قبل بوقت، وبتصور هيدا السبب اللي خليك تختاري هيدا. المزبوط. وانت بتخلطي الدجاج بقلبها، في ناس بتحطوه على الوجه ايه مشان ما ينشف. سوزان في ناس بياخذوا، بعرف كان في هيك شويه اراء مختلفه حول الزوم اللي بيطلع، في ناس بيعملوه مثل شوربه الى جانب رز التطبيق. مزبوط، مشان الافطار ايه بيعملوه شوربه. بيسموها رز التطبيق كمان شيء؟ ما بعرف، نحن انا بعرف انه صوص يعني. ثانك يو. شو بدك؟ ثانك يو. حسب كل منطقه هيدا مزين فيه هلا. هو المفروض هيك يطلع الرز. هيدا رز شو؟ هيدا رز انكل بنس. امريكاني؟ ايه امريكاني. بينعمل بغير نوع رز؟ طيب هيك حبه حبه او لا صعبة. ما بينعمل اوقات بيخبص. اي اوقات اكيد ايطالي معقول يزبط؟ ما بعتقد، بس هذا احسن يعني. هذا خلق للرز على الدجاج. في عندك المحاشي ما بيستعملوا الانكل بنس، اكثر شيء بتستعملي الرز المصري. نحن بدنا نساعدك ونزين الطبق ولا فينا نزين معك؟ ايه يلا انت بلشي. يلا بس تزبط هون شغله، لانه انا كثير نيقة. بنحطهم هيك مثل ما بدنا ولا لهم طريقه؟ كيف بتعمليهم ست سوزان؟ نحن يلا فينا نخلط الصنوبر معهم، وفينا نرش الصنوبر هيك. يعني هو منظرهم بشهي كيف ما نحطه بعتقد. من احلى لحظات النهار خلال تحضير الافطار هي عن جد تزيين الاكل وتحضيره لما الواحد بكون جوعان. هون الاختبار الحقيقي، لما بكون جوعان وهالاكل الشهي امامه بيقدر النعم الواحد اللي عايش فيها، انه انا قادر اكل هالاكل الطيب. وياما في ناس غيري مش قادرين. هذا المظبوط. فياريت نحن وعم نحضر الافطار اليوم نفكر بهالاشخاص ونعمل هيك مبادره صغيره حتى نخلي هالنهار مميز لالن كمان. شو حلو ست سوزان، نحن بدنا نشكرك كثير على هالطبق الحلو. وانا بتشكركم اني شفت هالوجه الحلوه. وتحيه للمسيو اللي ساق فيكي من منطقتكم من لهون. تحيه لسركيس جوزك. زوجك. زوجك اكيد قاعد عم يحترق على طول، هو ايدي اليمين يعني. الله يخليكم لبعض وينعاد عليكم وصحه وهنا ان شاء الله كل رمضان والناس بخير يا رب. وانت بألف خير يا رب. والام تي في بألف خير. تسلمي. نحن رح نروح، اهلا وسهلا فيكي، رح نروح رولا وانا عند ضيفتنا لليوم الفنانه سمارة نهرة اللي اشتقنا لها، نستقبلها بعد شوي. خليكم معنا.